la 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 la. شو 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 جئناكم ندعوكم نمرح نلهو فهيا تعالوا فالوقت. سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. جيتونا برضاكم لبيتوا دعوانا، واحنا يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. جيتونا برضاكم لبيتوا دعوانا، واحنا يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. بابنا ان شاء الله يهنا بالكم في ذي الليلة معانا. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. ما أحلى رؤياكم نورتوا يا حبابنا، ان شاء الله يهنا بالكم في ذي الليلة معانا. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. شكرا 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 أحبائي، شكرا مدينة عين الكبيرة، المدينة الجميلة، المدينة المضيافة. على بالي باللي طولنا عليكم، طولنا عليكم، ها طولنا عليكم، ولكن أحبائي ناس بكري يقولوا المليح يطول. والله كنت في بالنا دائما دائما، كنت لما نتكلم مع مديرية الشباب والرياضة ومع رئيس الدائرة وكامل كنا نتكلموا، في كل مرة كنا نقولوا لازم 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 نزوروا مدينة عين الكبيرة، لأنه أصدقائي الأطفال والأولياء تاعهم كانوا دائما يرسلوني عبر عمو يزيد الصفحة الرسمية في الفيسبوك ولا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com، وكنت دائما نوعدهم باللي نزورهم قريبا. إذن هذا حفل الوفاء بالوعد أحبائي، من وعد وفى، من وعد وفى. اليوم اليوم عرس بالنسبة لي بالنسبة لكم كذلك على ما أظن، في هذا الحفل البهيج تحت الرعاية السامية للسيد والي ولاية سطيف من تنظيم مديرية الشباب والرياضة بالتنسيق مع دائرة عين كبيرة وكذلك بلدية عين كبيرة، لرانا اليوم في هذا الحفل التربوي الترفيهي. احنا في هذا المناسبة اللي هي يوم العلم أحبائي، يوم العلم 16 أبريل، عمو يزيد لكم أغنية خاصة نقول فيها 16 أبريل يا فرحي بلقياك، 16 أبريل يا فخري بذكراك. تغنوها معايا، يلا كمل معايا، 16 أبريل يا فرحي بلقياك. يا فرحي بلقياك، 16 أبريل يا فخري بذكراك، 16 أبريل يا فرحي بلقياك، 16 أبريل
يا فخري بذكراك. تاريخ وشهادة وذكرى اليوم العلم، حقوها الشهادة سلاحهم قلم، رجال السيادة عليهم يشهد العالم. تاريخ وشهادة وذكرى اليوم العلم، حقوها شهادة سلاحهم قلم، رجال السيادة عليهم يشهد العالم. بن بادس يا علامة كن شمعة يا إمام، تحرقي الدين الضالمة وتنور في الظلام، وعي شعب الأمة وادعي للسلام. مبادس يا علامة كنت شمعة يا إمام، تحرقي الدين الضالمة وتنور في الظلام، وعي شعب الأمة وادعي للسلام. يا ذكرى العلامة يا معزه بلادي، ديريك الحمامة روحي ولينا عودي، والرجعي بالسلامة وعيد التاريخ لولادي. يا ذكرى العلامة يا معزه بلادي، ديريك الحمامة روحي ولينا عودي، والرجعي بالسلامة وعيد التاريخ لولادي. 16 أبريل يا فرحي بلوكيان، 16 أبريل يا فخري بذكراك. برافو 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 أحبائي، برافو، شكرا 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 شكرا. 16 أبريل يا فرحي بلقياك، 16 أبريل يا فخري بذكراك. على بالكم أحبائي مديرية الشباب والرياضة، على بالكم بلي تاريخ 16 أبريل هو تاريخ مهم، عمو يزيد مطلوب، يعني عدة ولايات عدة مدن حبوا عمو يزيد يكون عندهم في 16 أبريل، ولكن مع مديرية الشباب والرياضة لولاية سطيف حبينا أنه يكون هنا في مدينة العين الكبيرة ولاية سطيف. علاش؟ يا أحبائي حتى نحبوا في ولادنا طلب العلم. تحبوا العلم يا أطفال؟ إذن كاين أغنية لا للأمية السوداء نقول فيها ألف باء آل العلم، لا للجهل لا للأمية السوداء. تغنوها معايا يلا. ألف باء آل العلم، لا للجهل لا للأمية السوداء. ألف باء آل العلم، لا للجهل لا للأمية السوداء. ألف باء آل النور، نور العقل لما يسطع في الظلماء. ألف باء آل العلم، لا للجهل لا للأمية السوداء. ألف باء آل النور، نور العقل لما يسطع في الظلماء. صارت في العلياء لما العلم ينورها، أمم صارت في الظلماء لما الجهل يدمرها، أمم صارت في العلياء لما العلم ينورها، أمم صارت في الظلماء لما الجهل يدمرها. أعرف ألفا أعرف يا يعني أبي، يعني أبي. أعرف ألفا أعرف مين يعني أبي وأمي. ألف باء آل العلم، لا للجهل لا للأمية السوداء. ألف باء آل النور، نور العقل لما يسطع في الظلماء. قابل
العلم تعلو الهمة يرفعوا قدري بين الناس بالجهل أفقد علما يفروا مني كل الناس بالعلم تعلو الهمة يرفعوا قدري بين الناس بالجهل أفقد علما يفروا مني كل الناس بالعلم أحيا حياة فيها النور فيها النور بالجهل يعني جهيل إلا ظلام ظلام ألف باء للعلم لا للجهل لا للأمية السوداء ألف باء للنور نور العلم لما يسرع في الظلماء لما نجحت في دربي تمت فرحتهم أهلي علي أرد لهم خيرا يوم أبدأ في عملي لما نجحت في دربي تمت فرحتهم أهلي علي أرد لهم خيرا يوم أبدأ في عملي هذا العلم يحيي الأمة بعد ممات هذا الجهل فيه الظلمة يعني ممات ممات ألف باء للعلم لا للجهل لا للأمية السوداء ألف باء للنور نور العقل لما يسرع في الظلماء بالعلم يرضى ربي يرفع قدري منزلتي يسمو خلقي وأدبي يعلو ديني معرفتي بالعلم يرضى ربي يرفع قدري منزلتي يسمو خلقي وأدبي يعلو ديني معرفتي هذا العلم يحيي الأمة بعد ممات هذا الجهل فيه ظلمة يعني ممات ممات ألف باء للعلم لا للجهل لا للأمية السوداء ألف باء للنور نور العقل لما يسرع في الظلماء ألف باء للعلم لا للجهل لا للأمية السوداء ألف باء للنور نور العقل لما يسرع في الظلماء برافو 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 أحبائي برافو برافو إذن أحبائي على بالكم عمو يزيد من خلال الرسائل اللي قدمها وكامل دائما يحط الأطفال على الابتعاد عن كل جهوية ما كانش هذا سطيفي وهذا مسيلي وهذا قبيلي وهذا شاوي وهذا صحراوي هذا ترقي واش كاين جزاء جزاء جزائري أحبائي يجب الابتعاد عن كل أنواع الجهوية احنا كامل جزائريين وعلى بالكم القوة تاعنا وين وين قوتنا احنا في الاتحاد يا أحبائي لازم نحبوا بعضنا بعض وخاصة نحترموا بعضنا بعض سألوني من أكون سألوني من أكون قلت ألا ترون قلت ألا ترون بصح هاد الأغنية اليوم مدينة عين كبيرة لازم تغني كامل معانا هاد الأغنية باش نوجهوا رسالة لكل خوتنا الجزائريين باللي ما كانش اللي يفرقنا باللي الجزائر عبد واحد الجزائر كلها متحدة وإحنا كامل جزائريين ونقدروا بعضنا بعض ونحبوا بعضنا بعض تغنوا معايا تغنوا معايا يلا كامل معايا سألوني من أكون في الشرق والغرب سألوني من أكون في شمالي وجنوبي قلت ألا ترون إني جزائري قلت ألا ترون إني جزائري سألوني من أكون
في الشرق والغرب سألوني من أكون في شمالي وجنوبي قلت ألا ترى إني جزائري قلت ألا ترى إني جزائري سألوني من تحب ولمن كان النسب قلت يا للعجب إني جزائري سألوني من تحب ولمن كان النسب قلت يا للعجب إني جزائري سألوني من أكون في الشرق والغرب سألوني من أكون في شمالي وجنوبي قلت ألا ترى إني جزائري قلت ألا ترى إني جزائري إن هذه يدي لأبناء بلدي من أجلك غادي أحسن من حاضري إن هذه يدي لأبناء بلدي من أجلك غادي أحسن من حاضري سألوني من أكون في الشرق والغرب سألوني من أكون في شمالي وجنوبي قلت ألا ترى إني جزائري قلت ألا ترى إني جزائري إحنا ولاد الثورة كل ذات المرة واليوم راكي حرة بالشعب الثائري إحنا ولاد الثورة كل ذات المرة واليوم راكي حرة بالشعب الثائري سألوني من أكون في الشرق والغرب سألوني من أكون في شمالي وجنوبي قلت ألا ترى إني جزائري قلت ألا ترى إني جزائري لا فرق بيننا والحب لمانا والأم أمنا بكل المشاعر لا فرق بيننا والحب لمانا والأم أمنا بكل المشاعر سألوني من أكون في الشرق والغرب سألوني من أكون في شمالي وجنوبي قلت ألا ترى إني جزائري قلت ألا ترى إني جزائري برافو 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 أحبائي من فضلكم يا نساء الله يخليكم أعطونا الزغاريت على الجزائر وعلى أولادنا الله يخليكم الله يخليكم ربي يحفظ بلادنا ويحفظ أولادنا كذلك إن شاء الله أحبائي الأطفال شكون يقدر يقول لي 16 أبريل هو يوم العلم نسبة لمن وفي أي سنة نسبة لمن وفي أي سنة شكون يعرف 16 أبريل نسبة لمن شوفي الشطرة هذه كم اسمك ما اسمك رؤى رؤى شحال في عمرك رؤى 11 يوم 11 سنة الله يبارك عم بالي 11 شهر بنتي عم بالي 11 شهر شحال جبتي معدل رؤى 14 شنو 14 هذه 14 بديتيها مليح معليش بنتي عمو يزيد معليش بنتي عمو يزيد يحب يضحك شويه برك معليش بنتي 14 ولا 14 ولا 14 غير كيف كيف اللغه هي وسيله احبائي الهويه هي الصح الهوية أنك تقول أنك جزائري هي الصح ولكن اللغة اللغة هي وسيلة وسيلة يتكلموا بها الناس ولكن الهوية نتاعك الجزائرية هي الصح اللي لازم تتمسك بها أحبائي
إذن يوم 16 أبريل نسبة لعبد الحميد بن باديس. واش وقع في هذاك اليوم 16 أبريل؟ توفي يا عبد الحميد بن باديس. وفاته في أي سنة؟ 1940. برافو. تعالي 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 بنتي، يلا طلعوها طلعوها، يلا يلا ساعدوها ساعدوها ساعدوها. يلا بنتي اروحي بنتي. رؤى، إذن رؤى الشاطرة، عاودي ذكريهم بالمعدل تاعك. 14. 14 شاطرة في الدراسة بنتي، شاطرة في الدراسة. شوية شوية كيفاش على بالكم؟ أنا الطفل كي يقول لي شوية شوية، شغل واحد عندك معه موعد ما عيطلكش في التليفون، بعد كي تقولوا علاش ما عيطليش استنيتك وكملوش، يقول لك أنا حاجة الجزائريين كاع ما يحبوهاش، يقول له ما عنديش الكريدي في التليفون، ولا يقول له التليفون ديشارجا وأنت عندك موعد معاه مهم. كيفاش شوية شوية بنتي؟ روحي روحي روحي. يعني متوسطة. يعني متوسطة. استني معليش، أنا 14 ماكش متوسطة بنتي، 14 راكي هايلة، ولكن معليش على بالكم يا أحبائي، التلميذ لازم يفتخر بالنتائج تاعو، ولكن لازم يفتخر بالنتائج تاعو باش يحسنها كذلك. على بالكم أنا شخصيا لما كنت صغير، الوالد نتاعي ربي يحفظه إن شاء الله علم لي زوج حوايج، قال لي يا وليدي في الدنيا هذه عندك غير زوج حوايج تقدر تزوخ بهم، يعني تقدر تفتخر بزوج حوايج، بل لا مال لا جاه، ما تقول أنا ولد فلان، ما تقول أنا عندي، ما تقول، كاين زوج حوايج لما تقولهم الناس ما تتفاجأش أنك تفتخر، هي التربية والأخلاق، لما تكون متخلق تقدر تفتخر بها، والثانية تفتخر بالنتائج المدرسية، العلم تقدر تفتخر به. رؤى، إذا رؤى بنتي عاود يعطيهم الجواب. 16 أبريل يوم العلم نسبة لي عبد الحميد بن باديس. واش صرا له في هذاك اليوم؟ توفي رحمه الله في أي سنة؟ 1940. برافو برافو برافو، أعطيني هدية تاعها. شكرا شكرا. إذا رؤى بنتي، رامي راعي برنامج مع عمو يزيد وراعي هذا الحفل، يعطيك هذه الهدية هذه المتواضعة، إن شاء الله تستفدي بها إن شاء الله. برافو برافو، تفضلي بنتي، يلا التحقي بمكانك. Thank you.
ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. تغنوا معايا. ويلتي يا ويلتي معلمت بأشد العقاب. تغنوا كاع معايا يلا. ويلتي يا ويلتي. قبل بدء الدرس قال أروني واجبكم، وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكام. قبل بدء الدرس قال أروني واجبكم، وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكام. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. ضيعت وقتي سودا باللعب مع رفاقي، نسيت فروض الغدا وصرت الآن في مأزق. ضيعت وقتي سودا باللعب مع رفاقي، نسيت فروض الغدا وصرت الآن في مأزق. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. بدأت معلمتي تجول عبر الصفوف تراقب واجب كل تلميذ، وحين وصولها عندي قالت أريني واجبك، فلم أتمالك نفسي وشرعت بالبكاء وقلت لها كلا لم أقم به. صرخت وعطتني صفرا وعوقبت بكتابته أكثر من 100 مرة. كلا لم أقم به. صرخت وعطتني صفرا وعوقبت بكتابته أكثر من 100 مرة. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. إلى اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي، وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي. من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي، وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. برافو 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 برافو. احبائي شكون يقدر يقول لي مادام رانا في يوم العلم، متى تم تأسيس جمعية العلماء المسلمين؟ في اي يوم، اي شهر، واي سنة؟ متى تم تأسيس جمعية العلماء المسلمين؟ اليوم، الشهر، والسنة؟ شكون يعرف؟ شكون يعرف؟ بعتوا الميكرو للشاطرة هذيك، بعتوا الميكرو لهيك، عقبوا الميكرو برك. إذا بنتي، واسمك بنتي؟ حدادي لينا. لينا، الله يبارك. شحال في عمرك لينا؟ 13 سنة. 13 سنة. شحال جبتي معدل بنتي؟ 18. واو، عطوني تصفيقة، عطوني تصفيقة على 18. عطوني تصفيقة. عمو يزيد يحب الأطفال اللي يقراوا مليح. أحبائي، شيء جميل جدا أن الطفل يوفق في الدراسة. إذا بنتي، وقتاش تم تأسيس جمعية العلماء المسلمين؟ تم تأسيس جمعية العلماء المسلمين 5 ماي 1931 ميلادي. واو 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 واو، برافو برافو برافو. أعطيني الهدية تاعها، أعطيني الهدية تاعها، قعدي في مكانك على بالي لا جيتي لهنا. راح منش بعد المشكل بالمرات نطلعوا أطفال منا وينزلوا منا. معليش، احنا رايحين نبعثوا لك الهدية تاعك.
يلا ابعتوا لها الهدية. يلا هاي بالعقل عقبوا لها الهدية. شيبس مهبول راعي برنامج مع أمو يزيد يعطيك هذه الهدية إن شاء الله تستفادي بها. إذن بالتوفيق لولادنا. كم مازال أسئلة؟ مازال شاطرين شاطرين. على بالكم الأطفال تاعنا أم يتبعوا على بالهم بلي عمو يزيد في كل حفل السؤال اللي يطرحوه هو الولايات التي تحد الولاية. بصح اليوم ما كانش شفتوه وجدتوا روحكم. ما جميل 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 أحبائي. جميل أحبائي كاين إنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصى على السابع جار. برافو جار. سابع جار يا أحبائي. رسول الله صلى الله عليه وسلم وصانا على السابع جار. يعني وين تسكن تحسب سبع بيوت. هذاك راه موصي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بالك الجار اللي يسكن معاك. أحبائي رسول الله وصى على سابع جار. حسن الجوار يا أحبائي. الجار تسقسي عليه كي يمرض تشوفوا له جوعان لكلة مكلاش إلقاء السلام تقول صباح الخير المغفرة تروح تغافروا نهار العيد. إذن أحبائي عمو يزيد لكم أغنية نقول فيها جاري يا جاري مختار يا من تسكن جنب الدار وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. يا أحبائي حسن الجوار مهم جدا جدا جدا. ستغنوا قاع معايا جاري يا جاري مختار يا من تسكن جنب الدار وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. يلا معايا كمل. جاري يا جاري مختار يا من تسكن جنب الدار وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. جاري يا جاري مختار يا من تسكن جنب الدار وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. جاري يا جاري مختار كيف غبت عن الأنظار حالك أحسن طمني قل لي ما الأخبار. حالك أحسن طمني قل لي ما الأخبار. جاري يا جاري مختار يا من تسكن جنب الدار وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. جاري يا أحلى الجيران ربي أوصى والعدنان أسأل عنك دوما هل أكلت أم جوعان. أن أسأل عنك دوما هل أكلت أم جوعان. جاري يا جاري مختار يا من تسكن جنب الدار وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. قل لي يا جاري مختار قل لي كيف أهل الدار جاري ما حال الأولاد عيد أمتنا قد عاد. جاري ما حال الأولاد عيد أمتنا قد عاد. جاري يا جاري مختار يا من تسكن جنب الدار وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. جاري يا جاري مختار يا من تسكن جنب الدار وصى ربي في القرآن محمد حسن الجوار. برافو 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 أحبائي. شكرا أحبائي. حسن الجوار حسن الجوار مهم جدا جدا جدا. إذن أحبائي استفسار فقط معلش ابدا انت وش هما الصفات اللي تحبهم يكونوا في الصديق نتاعك ولا في الصديقة تاعك؟ وش هما الصفات؟ سلوك الحسنة. السلوك الحسن عطيه لصاحبك. وش هما الصفات اللي تحبهم يكونوا في الصديق تاعك؟ يلا شكون؟ ويكون مربي متخلق. برافو برافو برافو. يلا ميسن. يكون صالح. صالح برافو. اعطي لهم الميكرو لهيك. يكون يطاع الوالدين. طاعة الوالدين يكون يطيع والديه. طاعة الله طاعة الله كذلك.
الصدق. أن يكون صادقا. برافو برافو. أعطيني الميكرو. يلا. أن يكون يتحلى بالصفات الحسنة. الصفات الحسنة. أعطيني الميكرو. أعطيني الميكرو. أن يطيع الله. يطيع الله سبحانه وتعالى. أعطيني الميكرو. تفضل. صادق. أن يكون صادقا. برافو. أن يكون يطيع الوالدين. طاعة الوالدين. برافو برافو. متخلق ومتربي. متربي. إذن أحبائي، على بالكم علاش عمو يزيد سقساكم على الصفات اللي تحبوهم يكونوا في الصديق ولا في الصديقة تاعكم؟ علاش؟ لأنه عمو يزيد دار لكم أغنية. هذه الأغنية نقول فيها: لي صديق صالح حسن السلوك مؤدبا، للخير لي ناصح حنين القلب طيبا. أحبائي، إذن صادق صالح حنين القلب. إذن غنوا معايا كامل: لي صديق صالح حسن السلوك مؤدبا. لي صديق صالح حسن السلوك مؤدبا، للخير لي ناصح حنين القلب طيبا. لي صديق صالح حسن السلوك مؤدبا، للخير لي ناصح حنين القلب طيبا. صديقي 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 أخي ورفيقي، بلا تعب يرافقني وقتي أمضيه معه، فإن غبت يسأل عني وإن غاب عنه أسأل. بلا تعب يرافقني وقتي أمضيه معه، فإن غبت يسأل عني وإن غاب عنه أسأل. لي صديق صالح حسن السلوك مؤدبا، للخير لي ناصح حنين القلب طيبا. صديقي 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 أخي ورفيقي، متفقان في أمرنا إذ قمنا بأي عمل، إن اختلفنا في شأننا ناقشه بلا جدل. متفقان في أمرنا إذ قمنا بأي عمل، إن اختلفنا في شأننا ناقشه بلا جدل. لي صديق صالح حسن السلوك مؤدبا، للخير لي ناصح حنين القلب طيبا. صديقي 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 أخي ورفيقي. صديق صالح حسن السلوك مؤدبا، للخير لي ناصح حنين القلب طيبا. لي صديق صالح حسن السلوك مؤدبا، للخير لي ناصح حنين القلب طيبا. صديقي 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 أخي ورفيقي. برافو 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 برافو. إذن أحبائي الابتعاد عن أصدقاء السوء، الابتعاد عن أصدقاء السوء. لازم دائما الصديق يكون مرآتك العاكسة، لأنه ناس بكري يقول لك قل لي شكون تخالط، قل لك شكون أنت، شكون صاحبك يقول لك شكون أنت. يا أحبائي، اختيار الصديق لازم ما يكذبش، يكون صادق حسن السلوك، يطيع والديه، يطيع الله سبحانه، يكون أمين. برافو. الأمانة الأمانة الأمانة. يلا عمو يزيد عنده أغنية جميلة على الأمانة، قل فيها: أنا طفل أمين أحفظ الأمانة، هي علي دين عندي تبقى مصانة. يلا كمل معايا. أنا طفل أمين أحفظ الأمانة، هي علي دين عندي تبقى مصانة. أنا طفل أمين أحفظ الأمانة،
أمانته إن جاءني سالمة وكاملة أردتها لأهلها أمانته إن جاءني سالمة وكاملة أردتها لأهلها أنا قسم أمين أحفظ الأمانة هي على يدي عندي تبقى مصانة عندي تبقى مصانة الحق لا أضيعه والسر لا أضيعه كل من أمنني كلا لن أخونه الحق لا أضيعه والسر لا أضيعه كل من أمنني كلا لن أخونه أنا قسر أمين أحفظ الأمانة هي على يدي عندي تبقى مصانة عندي تبقى مصانة دعانا رب العالمين وكذا نبي أمين بالصدق والأمانة لمن له خلق ودين دعانا رب العالمين وكذا نبي أمين بالصدق والأمانة لمن له خلق ودين أنا قسم أمين أحفظ الأمانة هي على يدي عندي تبقى مصانة عندي تبقى مصانة أمين أحفظ الأمانة هي على يدي عندي تبقى مصانة أنا قسم أمين أحفظ الأمانة هي على يدي عندي تبقى مصانة عندي تبقى مصانة برافو 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 لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود وانتظرونا في موعد جديد لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد نشكر عمو يزيد لأن دلنا هذه الحفلة وفرحنا ودلنا كل شيء اللي نحبه نشكره بزاف نشكر عمو يزيد اللي دارنا هذه الحفلة وفرع مدينة عنكبيرة السلام عليكم نشكركم على المبادرة هذه إن شاء الله تعاود مرة أخرى فرحتونا الأولاد فرحتونا كما قلتوا أنتم الجزائر فوق كل شيء هاي السلام عليكم صح عمو يزيد أنا فرحانة بعمو يزيد كي جعلنا فرحنا الولاية تاعنا أنا نحب عمو يزيد الأغاني تاع الشباب بزاف ويحب الدراري بزاف السلام عليكم نشكرك عمي يزيد جيتنا العكبيرة فرحتنا الدراري الله يبارك مرحبا عمو يزيد